الدنيا تمضي. واليوم جارنا خالد عبد الرحمن الفرهود اندفن بعد العصر لا المغرب، والدنيا ما شاء الله مسفرة اليوم، ما شاء الله سيارات السبت، يعني بكرة بداية الأسبوع إن شاء الله بالخير. حاطون الدوامات أول لما كنا إحنا موافق اليوم 9/0 1445 26/8/2023 صراحة يرحمه من شان دخول قبر الوالد سيد محمد خليل وخالد إبراهيم يوسف الرقوم رحمهم الله والجميع، يعني تعدون تقريبا 20 قبر 25 30 توصلون زيارة ليلية حلوة. سيدنا شفيعنا طبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم كان يزور البقيع، والد السيد ساشم صاحب رفع وثينا بشيخ الطريق رفع الصوفية، كان كل يوم نروح للمدينة المنورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أهل البقيع أهل المقام الرفيع، فهم أفضوا إلى ما قدموه وأعمالهم طيبة كلهم نساء ورجال. دنيا يعني تمضي حلوة بالعمل الخيري والصالح وذكر الله والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والقبور الدارسة نساء ورجال، وهناك المقبرة الجعفرية يا رب، وراها في بعد المقبرة المسيحية البوذا والبتو. السلام عليكم يا السيد يوسف هاشم الرفاعي، لدكم خالد السيد يوسف السيد هاشم السيد احمد الرفاعي. رجعنا من بعد المغرب، توفي جارنا خالد عبد الرحمن الفرهود رحمه الله والجميع، ورحمنا ورحمكم معكم. الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نشوف الدنيا، ناس بعالم وسيارات تمشي وناس، يعني الزمن ما يتوقف والعمر يمضي. الفاتحة.